ساقبل كل شيء، فما بينالتي ولا والله في بالي الناس كل شفتوها. اول حاجه ما فهم فيها رجوع معناتها هي الفوز، وثاني حاجه معناتها بيني وبين الجوار من با نص متر معناتها صحيح، مسيت لي ايدي ما نصورش بلندي معناتها كيما قلت فماش معناتها نص متر بيني وبين الجوار باش انا نمس الكره وتنجم معناتها تفرجوا فيها في التلفزه وتشوفوها. والورقه حمراء حسب رايك صعيبه شويه؟ بالطبيعه اخويا كيما شفته في بالي زاميتون دخلنا معناتها زاميتون اخويا معناتها ما بديناش ماتش بالبيت زاميتون نصور عملنا دخله باهيه ما تخرج حمرا بونتو كا ودارت معناتها اي بركونت رجعت سي اس اس في الطرح اونتر تون عدلت. شنو اللي صار من بعد؟ والله ما انا معناتها دخلت الفستير بعد الحمرا ما خاطر مسيت شويه معناتها فهمت خاطر الماتش خاصه الماتش هذا حابين نربحوه معناتها فهمت سواء الجوارات ولا معناتها الجمهور ولا الناس الكل معناتها خاطر تعرفوا ليش معناتها صار والله غالب. ما شنو اللي صار؟ ما مش لازم لا نحكيو على كي توخر الماتش برشا حوايج دونك زاهد خويا نتكلموا كاو ربي ما ربحوا ربي معاهم واحنا خويا ان شاء الله نعوضوا الماتشات الجايين كاو محمود.